ثنائيات في مستوى عالي، قطع نظرهم يلعبوا في الأندية في مصر ولا في أندية أخرى، اليوم يلعبوا شيء ينافسوا على المرور للدور النهائي في كأس عربية، في منافسة مهمة ومهمة جدا. صحيح فما أسبقية للناس تعرف العالم، الناس تعرف نقاط قوة العالم. إن شاء الله أهم شيء أن نوفقوا التفاصيل هذه كل صلاحنا، وهذا مهم جدا، خاصة المقابلة باش تلعب على جزئيات، والجزئيات هذوما نتصرفوا باش يكونوا إن شاء الله صلاح. وكما قلت لك من الأول بدينا في ظروف صعيبة، لكن شاك فوا وهي لحق بنا لاعب جي كومين بون نوفيل، إخبار باهي وسعيد للمسؤولين، خاصة أنه جاي محمد الدراجة في وقت حساس مع هو ليكيب ناسيونال ولا تقوى، هز صحابه الى ليفي النيفو دو جو نتاعنا، مهم عنصر في العائله مهم كبير، منصر الطالب يزيد كيف نفس الشيء، ولد ليكيب ناسيونال، ولد العائله هذه، ولد المجموعه هذه، عدى معها العديد من التربصات وخاصه من مواقف صعيبه ومقابلات لازمنا نتعداهم كيما المنتخب الزامبي مقابلات الاثنين، كان حاضر مع اصحابه. بالنسبه لنا احنا اي لاعب يجي يعزز المجموعة تعتبر إضافة كبيرة، لكن ديما المنتخب التونسي يستمد القوة نتاعو من الروح الموجودة في المجموعة، أما التضامن ما بين الأطراف نتاعو، ما بين القوة اللي لازمنا نحطوها ديرو قبل الماتش، وزاد كيف الناس اللي تدخل سواء في البنك ولا تدخل تعاون، عندهم نفس الأهداف ويدخلوا باش يكملوا خدمة أصحابهم. أبارتي دولار شكون يلعب مش مهم، أي طريقة ماهيش مهمة، احنا جاهزين باش تركيز كامل الاشياء اللي لازمنا نعملوها باش نمروا ان شاء الله الهدف للنهائي. اصابات في المنتخب المصري يلعبوا بفريق معين وتركيبه معينه، احنا نعطي كل صغيره وكل كبيره على المنتخب المصري كيما هم نفس الشيء يعرفوا كل شيء، احنا نأملوا بالامكانيات نتاعنا ونركزوا على لي بون فور نتاعنا احنا، ونركزوا خاصه على الاشياء اللي لازمنا نحطوها اون بلاس باش تعطينا اليات ونكونوا اقوى باش نمروا للنهائي، هذا هو التركيز نتاعنا. اهم شيء التركيز اللي كما قلت في الاول، كل ما عندنا منتخب كل ما عندنا تفكير الاطار الفني كله هو باش كيفيه التحضير باش نكونوا اقوى وعندنا ديزارجيمون سوليد باش نمروا للدور النهائي. ابارتيغ دو لا شكون يبدا وشكون يدخل في وسط المقابله، اختيارات احنا نعملوهم ومكبرين على مصلحه المنتخب، شنو هو اللي يكون في صالح المنتخب وشنو هو اللي يتماشى مع المقابل، هذا هو المبدا الرئيسي على مستوى الاختيارات. توسكي شنو يتقال في الصحافه والناس شنو ترى وتعمل تحليل نتاعها، اكيد في كل تورنوا في كل باركور لازم تخرج حاجات اللي احنا مطالبين باش نتعامل معاها، وزاد في نفس الوقت لازم نوريو اللي كانوا الاشاعات هذه والاخبار اللي تخرج ماهيش صحيحه، نوريهم فوق الميدان بالسبري نتاع التضامن وبالسبري نتاع نتجراو مع بعضنا وبالسبري نتاع مع بعضنا ونفرحوا مع بعضنا ونصلحوا بعضنا. هذا اللي يتامل في الباركور نتاع المنتخب التونسي في العامين ونص الاخرين يلمس اللي كانوا عملنا مقابلات متوسطة، عملنا نتائج مش باهية، لكن إذا تقف على حاجة تلقى اللي كونه الناس تقاتل والناس تمشي للأقصى مع بعضها، والناس سوليدير، الناس اللي تلعب ولا الناس مش بتلعب. الانتريور مش أنا خاطر المدرب تاع المنتخب نقول الكلام هذا، حتى تسألوا اللاعبين اللي يعيشوا بالداخل يأكدوا لكم اللي كونه المنتخب يعيش مليح، وإذا اليوم المنتخب يعيش مليح سيرجع الفضل للجور كادر كما في التورنوا هذايا. ياسين الشيخاوي عمل دور تاع كابيتان، هو يوسف مساكني اللي متعود بالشيء هذايا، واقفين على كل صغيره وكل كبيره باش نحميه المنتخب. اكيد المنتخب لازم يتحماه من الداخل ويتحماه من برا، كل استفزازات تجي ولا كل اشاعات تجي احنا مطالبين باش نفندوها ونوريو اللي صوره المنتخب بوزيتيف، وهذا لازم نخدم عليه ان شاء الله ربي يكرمنا ونحققوا الاهداف الكل ان شاء الله.